أهلا وسهلا، حياكم الله. أحيانا نجلس في مجلس ويكون فيه بعض الشباب حديث التخرج، يعني توه متخرج أو ما وجد وظيفة، فيقولوا له بعض الناس ليش ما توظفت الوظيفة الفلانية، ليش ما تعلمت؟ فيقول أنا ما أعرف هذا الشيء، ما أعرف مثلا جانب التقني، ما أعرف أشتغل في التجارة، ما أعرف كذا وكذا. المشكلة عندك ليست في أنك ما تعرف، المشكلة أنك قست نفسك بالمعرفة ولم تقس نفسك بالقدرة. إذا كنت تريد فعلا أن تنجح ما تقيس الأمور بأنك ما تعرفها. أنا صحيح ما أعرف فرضا أني أتعامل مع التقنية، لكني بمجرد ما أتدرب وأتعلم وأعيش بين الناجحين أو المتخصصين في هذه الأشياء، وأشاهد مثلا المقاطع المرئية أو مثلا أقرأ عن هذه المهنة أو هذه أو هذا التخصص، سأكون قادر عليه. فانتقلت من مرحلة أني ما أعرف هذا الشيء إلى مرحلة أني صرت قادر على هذا الشيء. فدائما عشان أنجح وتنجح وتنجحين، يفترض إحنا ما نركز على عدم المعرفة، وإنما نركز على القدرة. إذا ركزت على القدرة، ترى قدراتي وقدراتك وقدراتك أنت أعظم القدرات. بس متى؟ بعد ما نتعدى مرحلة المعرفة ونتعلم ونمهر قدراتنا وإمكانياتنا. فكل اللي وصلوا صار عندهم قدرة عالية كانوا في يوم ما يعرفون.